بابا، هاد القميص حلو مع البدلة؟ ايه حلو. ولا البس هذا المخطط الازرق معه؟ بصير. ايه بس قميص مخطط وجرافي مخططة مو حلوين مع بعض. ما بعرف. انت شو رح تلبس؟ بلاقي لي شي شغلة. بابا؟ بابا شو صاير لك؟ ما في شي. ليش هالعبسة لك؟ اسمع، قلي الحقيقة. هلا هنن قالوا لك تعوا اطلبوا البنت بكره؟ ايه بابا. واكيد اللي قالت لك زينو؟ ايه. شو فيها؟ ولا شيء، بس كنت عم بسال مو اكثر. بابا انت في شيء ببالك؟ لا لا، حاسس بتمك في حكي. قلنا لك ما في شيء. انا رايح على القهوه، الا لاختك هتتاخر بكره. ماشي ماشي، بقول لها. بابا علق مره ثانيه مع زينو. زينو أسست لحالها سلطنة، شغلتها كبرت، صار لازم نهد سلطنتها فوق راسها. شيلينا منها، الخطر منه وفينا. مين؟ مين يعني أخوكي؟ طالعنا بكل خطوة بنخطيها، لولا كنا موتناها للإسطنبولية. أخوكي ليش عم يدافع عن هالمرأة؟ ليكون واقع بحبها. حاجتك بقى. ليش ما بيصير؟ الواحد لما بيوقع بالحب بيعمل كل شيء. نسيتي شو عملت كرمالك؟ دفتر ألاف رح نطوي ونسكره على الآخر، شو ما كانت النتيجة. شو قصدك؟ فهمان منيح شو قصدي. هاي المرة لازم تطلع من حياتنا، بلكي بشي حادث. مستحيل. ليش؟ هيك ما بدي. بس عملتها مرة. ايه عملتها مرة وبس. يعني ندمان؟ ما بعرف. درك ما بيفتح قبر على الفاضي، مشغول بالي كتير. الحق علي، قلت لحالي بوثق فيك. نفذت أوامرك. أوامرك معناتها عمل هي كمان. روح اقتلها، زيح ألاف من وشنا. وشو مشان الأسهم؟ حد الأسهم ألف جهنم. أنت عم تنتقمي، ألاف منافستك. مو مزبوط. كمال حب ألاف وتجوزها وإلك قالك لا. هذا الدفتر تسكر. عالتسكير تسكر، بس لما بتشوفي ألاف، لما بتسمعي باسمها بيرد بينفتح. قتلت كمال وما كفاكي، هلأ بدك تشربي دمها لأليف؟ نقلع نقلع من غرفتي. مروة، ماجد، يلا تحركوا، تأخرتوا. ماجد شو هاد؟ تعال شوف. إيدال لوين رايحة؟ رايحة على المزرعة، بدي جيب بيض. وين كنت لهلا أولا؟ بالتواليت. بتضل تخليها لآخر دقيقة؟ يلا. يلا يلا عجلوا لكم شوي. لك ابني كل هالقاعد. خلصت ماما زينو، يلا انا رايح. مثل الجيش، الله يحميهم يا رب. تعي نشرب لنا كاسة الشاي مثل الخلق، أحسن شيء. قلنور، هاتي لنا كاستين شاي بنتي. حاضر. أخيراً الأولاد رجعوا بخير وسلامة على المدرسة. إيه، وهذا أهم شيء لإلي. إيه شيء أكيد. بدي روح زور حقي بعد الظهر. فيني روح معك؟ كتير حابة روح أتعرف على أخوها كمال. طيب. Thank you.
صاير معن بقدرنا. نار وشعلاني جواتي، بطلع على السطوح لحتى اطلع على النجوم. النجوم عم تلمع مثل عيونك، ونسمة خفيفة، نسمة فواحة. قول لحالي هذا نفس إيدال. أنا لازم أمشي. بس شوي، إذا تأخرت بيشتلقوا. استني شوي. عملتها بإيدي مشانك. سيد، عجبتك؟ أكيد عجبتني، بس ما فيني ألبسها. شو بدي قلن إذا شافوها؟ خبيها. بس نلتقى البسي، ماشي؟ أخي؟ إيدال؟ أخي؟ شو عم تعملي هون؟ أخي نحنا خلصي! عايبة! ما هيك؟ يلا على البيت! يلا! يلا يا عايبة! أختك مانا عايبة! خذي عكلمة مالي غيرك، صدقني مانا عايبة! خلص ولك لسا عندك عم تحكي لك أختك لطيفة والله ما تكسر لك راسك يا واطي بحياتك ما حبيت. أختك مانا عايبة والله مانا عايبة. خذي عكلمة والله لا تذبحك. ولك ما لقيت غير اختي يا تافه حقير بلا شرف والله يا شرفك والله. وقف يا اخا، حاج رح تموتوا. حاج يا اخا، حاج موت الزلمه مشان الله. كم مرة قلت لك لا تجي بدون ما تعطيني الخبر؟ Hi Elizabeth, it's me. Darling, كيفك؟ منيح وانتي؟ قدرنا متحمس كتير، قبل شوي نام. الصبح طالعين أنا وياه على المطار. يا حرام شو مشتاق لك لو تشوفه. هانت رح شوفه بكرة. بس يركب بالطيارة اتصلي فيني. بتصل، لا تقلق. مراد؟ خير شوفي. بدي منك تعرف شغلة. الحقيقة مو بس جان اللي مشتاق لك. أنا كمان اشتقت لك. بلكي شي يوم ما بعرف، كل شي لساته جديد. أنا آسف. في شي وحدة جديدة بحياتك؟ ليش سكتت؟ تفاجأت. أنت سامحتني مراد؟ ما عندي رغبة أحكي بهالموضوع. لو سمحتي تصبحي على خير. Çok güzelsin. Beni delirttin kendine. Delirmen işe yaramıyor. Aklım başka yerde. Doğru. Kemal yüzünden mi? Evet o. Korkma. Kimse bir şey bulamaz. Jandarma işin peşini bırakmaz. Kokuyu aldı bir sefer. Ne kokusu? Ne kokusu ha? Söyle hadi ne kokusu? Ne olduğunu biliyorsun. İkimiz de biliyoruz.
مرحبا. مرحبا. Neden aramadın? Aramam mı gerekiyordu? Beklemiştim. Keşke beklemeseydin. Neden beklediğimi biliyorsun. Boşuna Zeliha. Boşuna mı? Evet, bunu diyorum. Aynen bu. Yapma Kemal. Zaten bir şey yapmadım. Duygularına karşılık mı verdim? Sana umut mu verdim? Söylesene ne yaptım? Allah kahretsin. Aklım fikrim hep sende. Bu benim suçum değil. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Bu durumu sen yarattın Zeliha. Sen kendi içinde, kendi kendine bir ben yarattın. Benle hiç ilgisi olmayan bir ben. Sonra tuttun ona aşık oldun. Şimdi de benden bu aşkın hesabını soruyorsun. Yanlış bir aşk bu Zeliha. Ve yanlış bir hesap. Demesek ne kaybederiz? Ortalık bayram yerine döner. Bu kan davası 5 dakikada biter. Hiç değilse bir denesek. Aşk denemez. Vardır veya yoktur. Ben sana aşık değilim. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Olabilirdin. İmkansız. Hem zaten... Zaten ne? Ben evlendim. Evlendin mi? Benden kurtulmaya bak seni. Benden ve adını aşk koyduğun o saçmalıktan kurtulmaya bak. Haklısın Kemal. Çok haklısın. Hem de öyle haklısın ki. Sadece ikimiz biliyoruz Ökkeş. Sadece sen ve ben. Yakında başkaları da bilecek. Hiç kimse bilmez, bilemez. Çeneni kapa yeter. Korkup bir saçmalık yapmazsın değil mi Ökkeş? Hayır, elbette yapmam. Sana güvenebilir miyim Ökkeş? Bana güven. Senin için her şeyi yaparım. Göreyim seni. Bana güven. İşi. خلصت منك. وثقي فيني. لا توثقي في غيري بهالدنيا. عكاش بكفيكي. beni yalnız bırakma Ökkeş. Bırakmam. Bu dünyada tek güvendiğim sensin. Bir tek sen. بفهم من حكيك انك ما بتنفعي رئيسي؟ ممكن مستحيل. صباح الخير جمو. صباح النور. ليش؟ الرئاسة شغلة رجال. العالم من زمان عم بيمشوه النسوان القويات. لا تغاروا تاخد على خاطرك. يلي عم تحكي عنه عالم تاني بنتي، بعيد عنا كتير. صباح الخير جميعا. صباح الخير. وين كنتي يا بنت؟ كنت بمزرعة الدجاج. ليلى جبت بيض طازة منشان البرك. يسلموا ايديكي. اجا المحامي. شو شايفنا بحلمه؟ صباح الخير جميعا. صباح النور. لا تعذب حالك. جاي بكير، تفضل. طلع بيان التركي.
قلت بجيبه لخلي الإجراءات تبلش بسرعة. تعرف الشركة والميراث؟ أي ميراث؟ هذا بيان تركة الأولاد، وهذا لحضرتك. قلت لك أنا رافضة الورثة. مع هيك بيان التركة بيطلع، تاخديه أو ترفضي، ما بقدر أتدخل. بس أنا بقدر. بنتي عليف بتاخد حصتها من الورثة. لا ماما زينو، ما في حل، بدك تاخدي. بس أنا ما بستحقها. تستحقي أكتر من هيك بكتير. وأكيد ما راح تخالفي كلمتي، وإذا صار لي ولو حق صغير عليكي ما بسامحك فيه أبدا. وكمال كمان ما راح يشوف الراحة بقبره. شرط إنك تقبلي الرئاسة. بقبل بس بشرط إذا بتبقي وتساعديني. أنت كنتي موظفة بنك، وماما زينب بحاجة خبير تمويل. غير هيك نحن كلياتنا بحاجتك. مرت أخي كمال ما بتترك قضيته بالأرض وبتهرب، ما بيصير. دار هجي سري. طيب ببقى. مروه Yeah.